صلح معه ويدي لا تزال ممدودة. وستبقى ممدودة، وأهلا وسهلا لكل محاولة للصلح. وكما قلت العراقيين الإقليم وغير الإقليم جربوا الخلافات ولم يجنوا منها شيئا، وسيجدون أنفسهم مضطرين لأن يتوافقوا ويتفاهموا، ونحن كذلك جربنا الخلافات ولم نجني منها شيئا، ويبدو أن الواقع سيلزمنا بضرورة التفاهم والاتفاق. حتى لو تطلب الأمر ذهب إلى الحنانة؟ الصلح مجرياته لا نتوقف عند مفردة هنا ذهاب أنا أذهب للحنانة هو سيدي يجي إلى بغداد، هذا قضية أخرى.